علا، أين تكمن المشكلة؟ بص أنا الحقيقة يعني عايزة نوسع الزاوية، بمعنى إن الإبداع ومشاكل الإبداع لا تقتصر فقط على الرقابة وعلاقة المبدع بالرقابة. إحنا الحقيقة عندنا مشاكل متراكمة على مدار سنوات طويلة جدا ليها علاقة بالصناعة نفسها، صناعة السينما نفسها اللي هي بتشهد تراجع كبير جدا. إحنا داخلين على عمرنا أستاذ مجدي تقريبا 125 سنة، تقريبا داخلين 125 سنة السينما المصرية هي الأقدم في هذه المنطقة، ورغم ذلك بتشهد تراجع حاد. فهنا لازم نقف، وعايزه اقول لك ان انا القعده دي احنا قعدناها كتير جدا وكل الاساتذه بشكل او باخر شاركوا فيها، وياما هناك ملفات تم تجميعها في حكومات مختلفه لحل مشاكل السينما ومشاكل وعلاقتها بالرقابه، وكل هذه المشاكل منها ارشيف السينما المصريه اللي احنا لم نشهد له، يعني انا تقريبا عاصرته على مدار وزارات ثقافه مختلفه وحكومات مختلفه، وناس تولوا المشروع ده يعني باشكال مختلفه، كان ده بالنسبه لهم بقى ضره مشاريعهم في وزاره الثقافه، ولم يحدث. في افلام مصريه ما بقتش موجوده، افلام تحللت ولم يتحرك احد. انا يعني ده اللي هو يخلينا نحس بحاله حزن زائد عن الابداع في مصر طبعاً. وعلى السينما، لان انت هنا بتتكلم على السينما، وانا هاخد من الكلام الناس احيانا بتفتكرنا في الوقت ده كمان ان هو ده استخفاف بالواقع ومشاكل الواقع. السينما هي صناعه يا جماعه في الاساس، هو جزء منها طبعا ترفيه، ولكن هو في الاساس صناعه، صناعه بتضر عوائد ماليه كبيره جدا. يعني انت لو بتعمل ثلاجه او عربيه كلها دي سلع عليها عمر افتراضي تستهلك، ولكن الفيلم السينمائي باقي على مدار التاريخ. عشان كده احنا بنقول عندنا افلام عمرها فوق ال 125 سنه، فلو احنا مدركين ده فده معناه ان هي سلعه طول الوقت ما بتبيعها، ودوره راس المال دورته طويله جدا، فانت هنا عندك مصدر دخل ثابت جدا. فخلينا بقى اقول لك الازمات، السينما المصريه ده عندك ملف، عندك انا بس هكتب وراك، انت قلتي الصناعه وسعت المفهوم طبعاً. قلتي بلاغ خطير جدا انه افلام تحللت، يعني ما اصبحتش موجوده بعد ما ناديته في حكومات متعدده ان هم ينقذوا هذه الافلام، دي كارثه تانية. بعد كده ارشفت السينما، ارشيف السينما مثلا بفيلم الاستاذ العظيم شادي عبد السلام اللي هو واحد من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، واللي تم ترميمه من قبل مؤسسه مارتن سكورسيزي، مش من مصر بالمناسبه، او مش من وزاره الثقافه المصريه، فده حصل. يعني فاحنا على مدار التاريخ الاستاذ يوسف شاهين هو اللي لحق افلامه بطريقته، هو كان بيتخانق كتير، وبعد كده كملت ماريان وجابي خوري ورمموا جزء من افلامه بمنح من دول زي ايطاليا او فرنسا.